طمن على شوية حاجات منك بقى. بداية كده يعني، هل كان في حديث مع مستر جروس على ايمن حفني؟ يعني الناس دايما، انا بتكلم دايما بلسان جمهور الزمالك، لان انا برنامج زمالك اليوم، فبنتكلم بلسان جمهور الزمالك. اللعيبه شايفه ان ايمن الاول لمسه وجاب جون وبتاع، وكان من المفترض ان هو يكون تغيير اول تاني تالت النهارده. النهارده ما سخنش خالص. هل طبعا انت في النهايه مشرف وليس لك علاقه بال بتق... ب... يعني بن... بنزول لاعب او خروج لاعب، ولكن ايه تقييمك لعدم نزول ايمن؟ لو بتسألني أنا كرأيي الشخصي، لا طبعا يعني بص، لازم يبقى في مسطرة واحدة يا كابتن خالد نتعامل بيها مع الناس كلها. المسطرة إيه؟ إن أنت دلوقتي لعيب، زي ما بيبقى في لعيب في ماتش مش موفق فأنت الماتش اللي بعده بتطلعه، في لعيب أنت بتبقى مطلعه بره خالص بينزل في ماتش ما بيغزلكش وبينتج، اللعيب ده لازم الماتش اللي بعده تحسسه إن هو الماتش اللي قبليه عمل حاجة فبيتكافئ عليها. ده ألف ب بالنسبة لي كورة، يعني لو الكورة فيها عدل هيبقى فيها عدل في ده. صحيح. لكن اتكلمت طبعا مع مستر جروس، وعايز اقول لك على حاجة برضو، يعني هو في حاجات بتحصل بتبقى يعني وجهة نظره بالنسبة لي انا مش مقتنع بيها او ببقى شايفها مش منطقية. يعني مثلا مستر جروس في فترة الانتقالات كان ايمن حفني ومدبولي كانوا هم متخيلين ان هو ان هم يروحوا اعاره، لو جالهم اعاره الراجل اكيد هيوافق. هو ما وافقش وتمسك بيهم، يعني مش ما وافقش مثلا قال لا انا عايزهم ما يمشوش، لا قال انا الفتره الجايه انا هحتاجهم. والعكس تماما حصل مع محمد ابراهيم، لما محمد ابراهيم اللي هو اللعيب اللي بياخد فرصه اكتر منهم بكتير لما جات له اعاره هو وافق. ما حاجه غريبه شويه. طب عايز اسالك سؤال كابتن امير. دلوقتي ناس بتسال على مصطفى فتحي، يعني مصطفى فتحي برضو لعيب مهم في الفرقه، اصاباته متكرره من ساعه ما كان في السعوديه، اصابه ركبته دي يمكن قعدت اكتر من 5 6 شهور. عايزين نطمن على مصطفى، لان الجمهور عايز يعرف مصطفى ماله، ايه حالته، امتى هيرجع. هو مبدئيا مصطفى، عشان برضو دي حاجه تفرق، يعني تفرق ان الناس تعرفها، او ان مصطفى كمان عشان ما يتاثرش نفسيا بالكلام، مصطفى مش مصاب اصابه مزمنه. تمام. مصطفى كل مشكلته ان هو كان عنده اصابه عاديه جدا، وهو بسبب ان هو عايز يلعب لعب عليها، فكان بيجي على نفسه. ولعب كذا ماتش مع فريق ال 20 سنه، وكان التمرين ما بيقولش وكده فظهرت معاه. فاحنا لما يعني الدكتور خد باله ان في حاجه وان مصطفى ما بيقولش، خدناه وقلنا له لا، ما يعني قصه اللعب دي هتيجي مع الوقت، لكن لازم لما تنزل تبقى سليم 100%، ومش صح ان انت لما تنزل تبقى فيك حاجه او فيك مشكله ما بتقولش. فمصطفى احنا اتفقنا معاه، انا اتكلمت معاه وكنت معاه حتى في استفاره امبارح، بطلع له كان بيطلع فيزا بتاعت المانيا، علشان قلت له انت هتتعالج صح عشان لما تنزل الملعب هتنزل في الوقت الصح، ما تجيش على نفسك وما تقعدش. يعني هو الفتره اللي جايه دي مسافر المانيا يروح يطمن على الاصابه ويعود. انا مسافر المانيا عشان انا عايز اكسب وقت، وعشان كمان يتشخص بشكل صح، وعلشان يجي البرنامج يبقى اسبوعين او 3 اسابيع بالكتير يبقى مصطفى موجود. هو ما عندوش اصابه مزمنه، لكن انا الفكره كلها ان انا مش عايز، يعني بالبلدي مش عايز اعك مع مصطفى، لا انا عايز مصطفى انت مالكش دعوه باللعب خالص، ما تستعجلش اللعب خالص، تبقى سليم 100% ونطمن نطمن عليك بعديها تنزل الملعب. فهو ممكن مصطفى عشان هو غيران ان هو عايز يلعب، ده اللي بيخليه ما بيقولش ان هو مثلا عنده مشكله. طيب. او حاجه. عايز ارد برضو على بعض الناس اللي بتتكلم. انت عارف انت برضو ما جبت خالد بوطيب قال لك عنده اصابه مزمنه، وبسم الله ما شاء الله دلوقتي بيلعب وما ما بيطلعش وبيجيب جاب جون النهارده وبتاع. يعني دايما في حرب اعلاميه ضد نادي الزمالك.